مساء الخير للجميع، الأخوات والإخوان. ما يجري حاليا في غزة لم ينتهي، في فلسطين وفي المنطقة لم ينتهي بعد، والبحث لا يمكن أن يكون مقنع يعني بشكل قوي ما دامت الأشياء مفتوحة، ما دامت مجريات الأحداث غير مقفلة، فتبقى معرفتنا ومقاربتنا تبقى نسبية. ما يمكن أن نقوم به في هذه المرحلة هي يعني هو القيام بمعاينة الأحداث، تتبع الأحداث، مراقبة الفاعلين، استقراء أهداف الفاعلين، وبعض نتائج المرحلة في سياق يتميز اليوم بنوع من تضخم القراءات، تضخم، وكل القراءات مهمة، لا أستصغر أي قراءة، لكن هناك يعني عدد كبير من المقاربات، وهناك تراكم كبير مع الوقت ستتضح الرؤى أكثر. ما أريد أن أقوم به هي مقاربة في محطتين. في المحور الأول أود أن أقرأ بشكل مباشر ما يجري حولنا على الأقل منذ الهدنة، حيث أولا نلتقط اتساع جبهة رفض استمرار الحرب، ومع ذلك تحالف متين بين إسرائيل والولايات المتحدة، مع تراجع الدعم الأوروبي، ومسار في نفس الوقت مسار كسر التحالف، رغم ذلك عدم استطاعة العالم التأثير لكي يتم التراجع عن الاستمرار في الحرب، إلا أنه ما دام كل ما تطول الحرب فتزداد الضغوطات لوقف إطلاق النار. في البداية مواقف اليسار كانت منحازة لوقف إطلاق النار بشكل عام، طبعا هناك العديد من الحالات التي تخرج عن هذا المسار، واتساع المعارضات للحرب، هذه معطيات موضوعية. قلت تحالف متين بين إسرائيل والولايات المتحدة، نلاحظ تغير نسبي طفيف للموقف الأمريكي، إلا أنه كما يعلم الجميع بقي إلى حد الآن على مستوى الخطاب ولم يتغير، على عكس فرنسا وبريطانيا. هذه النقطة الأولى من الأشياء التي تفرض نفسها، قلت منذ الهدنة. الملاحظة الثانية، من بين دروس الحرب في هذه المرحلة تظهر الآليات الأممية بدون جدوى. مجلس الأمن يعني تم توقيفه عمليا، استعمال الفيتو بشكل ممنهج ومتتابع من طرف الولايات المتحدة، اللهم النافذة التي تركتها الجمعية العامة. ثالثا، ضعف الدور العربي الذي يبدو هش مفكك بدون تأثير يذكر،
ولم يستعمل حتى الأدوات التي بين أيديه، على الأقل تهديد بسحب التطبيع من جهة، التهديد باستعمال الموارد التي تحتضنها المنطقة. هل هي علامات العجز؟ شر الفعل العربي التي مع. رابعا، تطورات إقليمية لا زالت كذلك تفرض نفسها، مناوشات محدودة في الشمال، في الجنوب اللبناني، دخول الحوثيين في الساحة والتركيز على باب المندب، المناوشات في العراق حول الوجود الأمريكي إلى آخره. خامسا، تمت تغطية بفعل حرب غزة على الحياة السياسية الداخلية الإقليمية والخارجية. الكوب كما تعرفون مرة بدون إثارة الانتباه، مؤتمر الخارجي في قطر، حرب السودان المتصاعدة التي تعرف هذه الأيام تصاعد كبير، انتخابات مصر، الولاية الثالثة للرئيس السيسي، حرب الأوكرانية، تفاهمات التقنية التجارية الصينية الأمريكية، لقاءات المحيط الهادئ، مؤتمر والاحتكاكات الكبيرة حول تايوان. هذه الوقائع لا يمكن أن نلتقطها عندما نحاول التأمل فيما يجري في غزة. هذه الأشياء الظاهرة الواضحة التي تصل إلينا يوميا، بل يعني عبر ساعات، كل ساعة كل نشرة إخبارية في مختلف القنوات. لكن هناك مستوى ثاني للقراءة، أود أن أقدم لكم خمس ملاحظات أخرى في مستوى ثاني. أولا، هناك أحداث كبيرة وقعت متقاربة، بعدما عشنا كوفيد عدة أشهر، 3 سنوات على الأقل، جاءت الحرب الأوكرانية قريبة جدا، وجاءت غزة. احنا بالنسبة لنا في المغرب طبعا الزلزال، هذه وقائع كبيرة ومتقاربة، ولا يمكن أن لا تخلق قطيعة جيو استراتيجية، أنا أقول قطيعة عالمية، قطيعة في تسلسل الوقائع، وتطرح سؤال الغد، كيف سيكون الغد، كيف سيكون العالم غدا بعد هذه القطيعات الكبرى. بصدفة 7 أكتوبر جاء من بعد هذه الأحداث اللي هي في حد ذاتها كانت قطيعات أساسية، والخريطة الجيوسياسية والجيوستراتيجية لا يمكن أن لا تتأثر بهذه القطائع، الأحداث الكبرى. أقول الأحداث الكبرى، يجب أن أقول الكتل الكبرى من الأحداث. ثانيا، ألاحظ أن لم يعد هناك كبير وصغير، وبأن الدول والفاعلين الصغار، منظمات، البلدان، القوى العظمى، القوى الإقليمية، كلها متساوية. ما تبرزه يعني حركة حماس منذ 7 أكتوبر يبين بأن كل الفاعلين
هم على قدم المساواة فيما يتعلق بالتأثير. كل فاعلين هم فاعلين مهمين أساسيين، ما بقاش التمييز اللي كنا كنعرفو سابقا. طبيعة القوى، تركيبة العالم على الأقل في بداية القرن الماضي كان هناك منظومة قوى عظمى تتشكل من 10 قوى تقريبا متساوية، فرنسا، بريطانيا، يعني إيطاليا إلى آخره، 10 تقريبا بما فيهم اليابان آنذاك. وكانت تركيبة أعطت عصبة الأمم. بعد ذلك جاءت في الحرب العالمية الثانية، جاءت القطبين، جاءت مرحلة القطبين، الحرب الباردة، جوج ديال القوى عظمى، جوج معسكرات إلى آخره. ثم حنا عشنا الحرب الباردة، طبعا جزء كبير منا حسب العمر ديال كل واحد فينا، عشنا الحرب الباردة وعشنا كذلك المرحلة ديال القطب الواحد في مراحل، في عدة مراحل. والآن في هذه المحطة هذه، بين القوانين البارزة، بين القوانين البارزة بأنه هناك نزعة نحو تعدد الأقطاب، ويمكن نهاية مرحلة كبيرة اللي عشنا جل مكوناتها. وكتطرح فيه سؤال: ماذا يمكن للفاعل الصغير، أو الذي ينعت بأنه فاعل صغير كما هو الحال في القضية الفلسطينية الآن، بالنسبة لحماس بالضبط، ماذا يمكن للفاعل الصغير أن يفعله تجاه قوى عظمى؟ الولايات المتحدة قوى عظمى ولها توجه واضح باين، هو مضاد لكل ما تطمح إليه، ما نطمح إليه، واللي في الواجهة هي حماس طبعا. كما قلت، التأثير أصبح كبير جدا، ولا ينتمي لمنطق المستحيل. من الممكن جدا لفاعل صغير، كما لاحظنا ذلك في 2006، بدأنا نلاحظ ذلك في 2006 مع حزب الله، نلاحظه الآن بقوة أكبر مع حماس. 3، في خطابه الأول القائد حسن نصر الله قال بأنه 7 أكتوبر خططت له حماس لوحدها، وهي مسؤولة عنه إلى آخره. لا أعرف ماذا كان يقصد بهذا التدقيق، ولكن المهم فيه يدعي الأشعري بأنني أعرف، ولكن أنا أقول بأنني لا أعرف جيدا. ما لا أظن أنه كان يريد أن يبرر المناوشات الحالية، أو يبرر عدم الدخول بشكل مركزي في المعادلة، ما عرفتش بالضبط. ولكن الفكرة الأساسية التي استنتجها من الخطاب أن حماس ليست أداة لأي أحد، لأن بدأت غادات 7 أكتوبر، بدأوا المعلقين
حماس اللي بغى يتكلم مع حماس يمشي لإيران، اللي بغى يتكلم مع حماس يمشي، كاين كاع طرح دار فرضية مصر. مصر لها مصلحة فيما هو يجري حاليا بدعوى أن إسرائيل من المخططات ديال هذه المرحلة المقبلة أنها تبني القناة ديال بن غوريون الذي سينافس قناة السويس إلى آخره هذه الأشياء. رأيي هنا أنه ملاحظة التي أريد أن بقي تصل دقائق لا سمحتي. حماس ليست أداة لأي أحد، كاين استقلالية الفاعلين حتى الفاعلين الصغار ما خدامين في رأيي ما خدامين مع التحد، عندهم تصور ديالهم. وقوة المقاومة وصمودها في غزة خير دليل على ذلك. رابعا، في ما يتعلق بمجريات الأمور يعني حال المقاومة، المعلومات قليلة، ما نراه ما يصل إلينا، ورغم تفسيرات الخبراء العسكريين والسياسيين والجيوستراتيجيين، الخبراء اللي كيحاولوا يميرونا في استمرار المقاومة، الصمود هذا واقع. طبعا خسائر، دمار، تدمير مستمر الى حدود، شفت اخر نشره في الرابعه، الى حدود هذه ساعه يمكن الان. وبديت كنتسائل وقتاش غيسالي هاد، وقتاش ستنتهي الامور، كيف يمكن ان نفهم المنطق الاخر، العدو، كيف يمكن ان نفهم منطقه؟ يبدو، انا حاولت نطلع على يعني التفكير الاستراتيجي العسكري الاسرائيلي، ويبدو بأن هناك قناعة لأن بإمكانهم أن يقضوا على القدرات العسكرية لتنظيم حماس، بأن جيش كبير مثل الجيش الإسرائيلي، هذا تصورهم، يمكن أن يقضي على. ولكن الملاحظة، ما بغيش ندخل كثير في هذا الموضوع لأنه وحده خصو مؤتمر ديال الحروب. الأمثلة اللي كتعطى بأن الأمريكان والفرنسيين لم يخسروا حربهم. أنا في آخر ملاحظة. قالك الكلام شيق والوقت ضيق. شكرا. الأمريكيين في فيتنام يقول هؤلاء الإسرائيليين اليوم في التقارير اللي طلعت عليها أنه هذاك الهجوم الأخير الكبير اللي ذكرته ديال ما سمي بالهجوم تيت ديال العيد الفيتنامي، العيد البوذي ديال فيتنام، كانت هزيمة عسكرية. ولكن الفيتنامين استطاع أن ينتصر سياسيا، وبأن فرنسا انتصرت في معركة العاصمة الجزائر، ومع ذلك لن نطيل في هذا الموضوع ديال الحروب اللي الأطراف فيها غير متساوية، العتاد وبالأعداد لن أطيل في هذا الموضوع. آخر ملاحظة، هذه هي اللي دقيقة سي. لم تستطع إسرائيل تحقيق تدمير حماس
المقاومة لا زالت تواجههم، المقاومة لا زالت قائمة، لم ينجحوا في الاغتيالات، ليس هناك هدف إلى حدود الساعة، طبعا ليس هناك هدف تحقق، الصواريخ لا زالت تنطلق. إذن إسرائيل لم تحقق تدمير البنية التحتية العسكرية لحماس، لم تستطع فك المختطفين، وهناك اضطراب قيمي كبير، موضوع شيق كذلك ولكن ما عندناش الوقت نوقف عنده. الاضطراب القيمي وصل إلى حد أنه هذه منظمة إرهابية، منظمة وحشية، منظمة إلى آخره. هذا النوع ديال الحديث ديال الكلام عن حماس يعني اضطرب وارتبط.